بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء من سكشن 5-2 وحتى هذه اللحظة وإحنا بنشتغل على معادلة خطية من الرتبة النونية بمعاملات ثابتة. المعاملات المتغيرة حتى الآن ما لناش علاقة فيها، ورحنا فرضنا أن الحل بيكون على الصيغة y تساوي e أس r x، ومنها جبنا المعادلة المميزة لهذه المعادلة فكانت على الشكل التالي. قلنا هذه المعادلة لها إحدى ثلاث حالات: إما أن الجذور حقيقية ومختلفة، وإما أن تكون الجذور حقيقية ومكررة، وقد تكون كومبلكس ومكررة والله أعلم كما سنرى، وإما أن تكون اللي هو كومبلكس. يبقى يا إما حقيقية ومختلفة، يا إما حقيقية ومكررة أو كومبلكس ومكررة، يا إما كومبلكس فقط لا غير. درسنا في المحاضرة الماضية والمحاضرة السابقة الحالتين الأولين، وهي لو كانت الجذور حقيقية ومختلفة، وكذلك لو كانت الجذور تخيلية. واليوم بدنا نيجي ناخد لو كانت الجذور حقيقية ومكررة أو كومبلكس ومكررة. فباجي بقول اللي بدنا بدابه الآن هو اللي بديناه المرة اللي فاتت واللي قبلها. فقلنا افترض انه اي وستار اكس هو عبارة عن حل المعادلة رقم ستار، جبنا المشتقة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والنونية وعوضنا في المعادلة واختصرنا، وصلنا الى المعادلة رقم ستار اللي سميتها الاكسيلري كويشن، المعادلة المساعدة او الكاركترستيك كويشن، المعادلة المميزة للمعادلة ستار. تمام؟ If the roots of this equation are repeated then we have two cases. يبقى إذا الجذور مكررة في عندي حالتين، الحالة الأولى حالة الريال repeated، والحالة الثانية حالة الكومبلكس repeated. إذا لو كانت الجذور حقيقية ومكررة الحالة الأولى، يبقى R1 حيساوي R2 حيساوي R3 حيساوي Rn ويساوي ال Rc. يبقى الحل الأول E أس Rx، الحل الثاني اي اس ار اكس. يبقى انا بكرر، يبقى بضرب بس في اكس، اكس اي اس ار اكس. الحل الثالث اكس تربيع اي اس ار اكس. الحل الرابع اكس تكعيب اي اس ار اكس. لو جبت اجيب الحل، طبعا هذول لو رحت حسبهم بلاقيهم كلهم لينيرلي اندبندنت. يبقى شكل الحل العام في هذه الحاله بده يكون على الصوره سي 1 زائد سي 2 اكس زائد سي 3 اكس تربيع زائد سي ان اكس اس ان ناقص 1 اي اس ار اللي طلعت عندي هنا اللي تبعت مين؟ تبعت التكرار. يبقى هذا شكل الحل العام لو كانت الجذور حقيقيه ومكرره. طب لو كانت كومبلكس، نيجي للحاله الثانيه. If the roots are repeated complex conjugate، يبقى هي مكررة وفي نفس الوقت كومبلكس. وقلنا إذا في عندي جذر كومبلكس يبقى الجذر المرافق له برضه موجود، يبقى حيكون عندي في تكرار لا الكومبلكس والكونجوجيت تبعه. تمام؟ يبقى ما هو شكل الحل في هذه الحالة؟ بقول اي اس اكس. في حالة الكومبلكس المرة اللي فاتت قلنا اي اس اكس سي 1 كوساين اكس زائد سي 2 ساين اكس، مش شكل السكشن الماضي. طب الآن لما يصير عندي تكرار بدي أعامله بمعاملة التكرار اللي أخذناه وين؟ في الريبيتد، في الريال ريبيتد. يبقى بقول له اي اس اي اس اكس تبعت الكومبلكس الأصلية، هذه بدل ما أقول كونستنت في بي اكس بدي أجي لمين؟ للتكرار. فباجي بقول سي 1 زائد سي 2 اكس زائد سي 3 اكس تربيع زائد سي اس اكس اس اس ماينس ال 1. اطلع هنا لما اوصل لسي ان الاس تبع الاكس بده يكون قديش؟ اقل من ان بمقدار 1. اذا لما اقول هنا سي اس بده يكون اكس اس اس ناقص 1، حتقول لي طب ليش ما هو ان؟ بقول لك ما هم نصهم والنص التالي المرافق. تمام؟ اذا رحت قلت هنا سي اس اكس اس اس ماينس ال 1 في كوساين البي اكس زائد برضه بولونوميال ثانيه بي 1 بي 2 اكس بي 3 اكس تربيع لغايه بي اس اكس اس اس ماينس 1 في ساين البي اكس. يبقى اذا عندي تكرار في الكومبلكس هي الصيغه، إذا في عندي تكرار في الريال يبقى الصيغة اللي فوق.
خلصنا هيك بكون غطينا السكشن. اذا الروتس كانت ريال انت ريبيتد او كومبلكس انت ريبيتد كما سنرى الان من خلال الامثله. حدا فيكم تحب تسال اي سؤال قبل ان ندخل الى الامثله؟ طيب نيجي للمثال الاول اللي هو السؤال 9 من الكتاب، بيقول لي هات لي الجنرال سوليوشن للديفرنشال ايكويشن اللي عندنا. هذه رحت سميتها ستار. يبقى الخطوة الأولى بدي أبدأ زي ما بديت هنا، بدي أقول له ليت واي تساوي اي اس ار اكس بي اي سوليوشن اوف ذا ديفرنشال ايكويشن ستار. ذن يبقى ذن ذي كاركترستيك equation is المعادلة المميزة إلا هي R تكعيب ناقص 6 R تربيع زائد 12 R ناقص 8 يساوي قديش؟ يساوي 0. بدنا نروح نحلل هذه المعادلة. لما نيجي نحلل المعادلة هذه معادلة من الدرجة الثالثة. يبقى إذا قدرت أخذ مقادير مع بعض وأخذ بينها عوامل مشتركة كان بها، ما قدرت بشوف قواسم الثمانية وبشوف مين الرقم اللي يمكن يحقق هذه المعادلة، وبالتالي أخذ الفاكتور ونزل الرتمة من الثالثة إلى الثانية، وإذا وصلت للثانية بكل أمر إيه سهل جدا في هذه الحالة. يبقى في الحالة اللي عندنا هذه لو جيت أخذت مثلا R تكعيب ناقص 8 في مع بعض في جزء، الباقي هذا اخذت منه مثلا ناقص 6 ار عامل مشترك، بضل قديش عندي؟ ار ناقص 2 كله بده يساوي 0. اذا اخذت الترم الاول والاخير مع بعضهما في قوس، والباقي اخذتهم في قوس ثاني، ومن القوس الثاني اخذت سالب 6 ار عامل مشترك. هذا القوس الاول عباره عن ايه؟ فرق بين المكعبين. اذا بتروح احلله كفرق بين المكعبين، يبقى هي ار ناقص 2 في ار تربيع زائد 2 ار زائد 4 ناقص 6 ار في ار ناقص 2 كله يساوي 0. ممكن اخذ الار ناقص 2 عامل مشترك من الكل، يبقى ار ناقص 2 عامل مشترك بضل ار تربيع زائد 2 ار زائد 4 ناقص 6 ار هذا كله يساوي 0. اذا هذه ار ناقص 2 في ار تربيع ناقص 4 ار زائد 4 كله يساوي 0. هذا معناه انه ار ناقص 2 وهذه يا بنات اللي هي ار ناقص 2 الكل تربيع يساوي مين؟ زيرو. يبقى معناته ار ناقص 2 الكل تكعيب يساوي قديش؟ زيرو. اذا صار الجذر اللي عندي حقيقي والله تخيلي، حقيقي مكرر كم مره؟ يبقى بروح بقول له انه هذا بده يعطينا انه الار تساوي 2 اوف مالتي بليسيتي 3 او 2 ريبيتد 3 تايمز او 3 مكرر ايه 3 مرات. يبقى كويس، يبقى انا طلع عندي حقيقي ومكرر، هاي صيغه الحقيقي ومكرر. بروح بقول له ذا جنرال سوليوشن از واي تساوي سي 1 سي 2 اكس سي 3 اكس تربيع، كل هذا مضروب في اي اس 2 اكس. يبقى هذا الجنرال سوليوشن تبع المعادله التفاضليه اللي عندنا. مثال رقم 2، مثال 2 اللي هو سؤال 17 من الكتاب، بيقول لي واي تو ذا ديريفاتيف اي في زائد 2 واي دبل برايم زائد الواي كل هذا بده يساوي قديش؟ بده يساوي زيرو. يبقى solution let
y تساوي e أس r x b a solution of the differential equation star. مين هي star؟ اللي هي المعادلة الأصلية اللي معناته بدي أجيب المعادلة المساعدة the characteristic equation of the equation star is. يبقى r أس قديش يا بنات هذه؟ i v قديش يعني؟ 4 تمام. زائد 2 r تربيع زائد 1 يساوي 0. أظن هذه عبارة عن مين؟ عبارة عن r تربيع زائد 1 الكل تربيع يساوي مين؟ يساوي 0. يبقى الجذر راح يطلع عندي مكرر كم مرة؟ قديش؟ كم مرة الجذر مكرر؟ مرتين. بطلع على الأس اللي عندي. قديش عندي أس؟ قديش عندي عدد مرات التكرار؟ تمام؟ يبقى بناء عليه بس تعالوا نشوف الجذر هذا قديش. يبقى هذا الار تربيع زائد 1 يساوي 0، يبقى الار تربيع يساوي سالب 1، يبقى الار تساوي زائد او ناقص اي تمام. وذ ريبيتد، والله ذات ريبيتد، ذات ريبيتد 2 times. يبقى يا بقول العبارة هذه مكرر مرتين، يا بقول العبارة اللي عندنا هذه with multiplicity 3. يبقى الصيغة هذه أو الصيغة هذه الاثنين are the same، نفس الصيغة اللي عندنا، تمام؟ طيب الآن يبقى بناء عليه بده يصير الجنرال سوليوشن على الشكل التالي. يبقى ذا جنرال solution of equation star is y تساوي، خلي بالكم هنا e أس a x، ال f قديش عندي؟ بزيرو، تمام؟ يبقى بطير الأولى بضل بس ما يأتي، هنا مكرر كم مرة؟ يبقى سي واحد زائد سي 2 اكس في كوساين الاكس، لانه بي عندي هنا بقديش؟ يعني اي تساوي 0 وبي تساوي 1، تمام؟ زائد بي 1 زائد بي 2 اكس في مين؟ في ساين الاكس بالشكل اللي عندنا هذا. اكزامبل 3، 3 اللي هو سؤال 20 من الكتاب، بقول لي y to the derivative v زائد 4 y تكعيب او y to the derivative 3 بده يساوي 0. نفس التكتيك اللي عملته فوق حتبعه هنا بالضبط تماما. يبقى حاجة اقول له solution بعد ما اسمي هذه المعادلة رقم star. Assume that the solution of the equation star is y تساوي eos rx. بناء عليه the characteristic equation is r أس 5 زائد 4 r تكعيب زائد 4 زائد 4 r تكعيب بده يساوي مين؟ بده يساوي 0. يبقى بناء عليه لو اخذت r تكعيب عامل مشترك بضل r تربيع زائد قديش؟ زائد 4 بده يساوي 0. يبقى الأولى مكررة كم مرة؟ وقديش حقيقية ولا كومبلكس؟ حقيقية، وهي تساوي قديش؟ زيرو. يبقى هنا R1 تساوي R2
تساوي ار 3 والله ار 1 هيك بس دغري تساوي 0 اوف مالتي بليسيتي 3 اند الار تساوي الثانية اللي هو زائد او ناقص 2 اي. لما اخذ الجذر التربيع لا بطلع زائد او ناقص 2 اي، يبقى بناء عليه بدي اروح اكتب الجنرال سوليوشن لمين؟ لهذه المعادلة. يبقى باجي بقول له ذا جنرال سوليوشن اوف ذا ديفرنشال ايكويشن ستار از واي تساوي الاولى ريال ومكرر ثلاث مرات، يبقى ايش بقول له؟ سي واحد سي اثنين اكس سي ثلاثة اكس تربيع في اي اس زيرو، نبقى قديش بواحد؟ انسى. الباقي مين؟ كومبلكس، يبقى زائد سي اربعة كوساين اثنين اكس زائد سي خمسة ساين اثنين اكس، لانه الار عندي هنا بقديش؟ باثنين اي. المثال الرابع عبارة عن سؤال اتينا به في احدى الامتحانات، بيقول suppose that افترض انه suppose that ال L of Y بده يساوي zero is a homogeneous linear differential equation linear differential equation with constant coefficients بمعاملات ثابتة of order 11 which has a characteristic equation ال P of R بده يساوي R زائد 2 و R ناقص 3 أس 4 و R تربيع زائد 2 R زائد 5 الكل تكعيب، هذا الكلام بده يساوي قديش؟ زيرو. find the general solution of the given differential equation. سؤال مرة ثانية بقول كل اللي قاعدات كتبت اسميهم هنا والكيف اللي جنبك كتب وانت لا يعني يلا كل واحد اسمه رقمها الجامعي اللي ما كتبتش تكتب خلي بالكم هنا سؤال جبناه في احدى الامتحانات يقول ما ياتي طبعا هذا بنشوف هل الطالب انا بهمنيش يجيب المعادله انا اعطيته المعادله بس بدي اشوفه بيعرف يجيب الحل ولا لا قال لي انا عندي معادله تفاضليه على الشكل ال اوف واي يساوي زيرو هذه هوموجينيوس لينير ديفرنشال ايكويشن
وبحيث الاوردر الها يساوي قديش؟ يساوي 11. يعني هذه معادله من الرتبه الحادية عشرة، تمام؟ حسبنا الكاركترستيك ايكويشن الها فلقيناها على الشكل ار زائد 2 ار ناقص 3 كل اس 4 ار تربيع زائد 2 ار زائد 5 الكل تكعيب يساوي 0. قال لي هات لي حل المعادله الاصليه اللي الكاركترستيك ايكويشن هذه هي تبعتها اللي قدامنا. قبل ما ابدا احل، هل المعادله هذه من الرتبه الحادية عشرة؟ من الدرجه الحادية عشرة؟ طب كيف؟ اي واحد واربعة خمسة وثلاثة ثمانية. هذه كومبلكس، والكومبلكس بيكون ثلاثة اذا عندي هي من الدرجة الثانية، يبقى واحد كومبلكس والثاني كومبلكس كونجوجيت، تمام؟ الكل تكعيب، يبقى هذا مكرر ثلاث مرات وهذا ثلاث مرات، يبقى المجموع ستة واربعة عشرة واحد احداش، يبقى هيك شغل سليم مئة بالمئة. يبقى باجي بقول له الحل، انا عندي الار زائد اثنين في الار ناقص ثلاثة الكل اس اربعة في ار تربيع زائد اثنين ار زائد خمسة الكل تكعيب يساوي قديش؟ يساوي زيرو. يبقى بناء عليه الار الاولى بدها تساوي قديش؟ سالب اثنين، والار الثانية بدها تساوي قديش؟ بس مكررة قديش؟ يبقى هذا اوف مالتي بليسيتي فور، مكرر اربع مرات، اند الاخيره ار تساوي، هذه ما لناش نحلها بالقانون لانه لا يمكن تحليلها، يبقى ناقص ب زائد او ناقص الجذر التربيعي لب تربيع ناقص اربعه الف بواحد جيم بخمسة كله على اثنين في واحد. يبقى ار الاخيرة هذه بدها تساوي سالب اثنين زائد او ناقص اربعة في خمسة عشرين بالسالب، شيلي منهم اربعة والسالب ستة عشر تحت الجذر اربعة اي، يبقى زائد او ناقص اربعة اي كله على اثنين، يعني ناقص واحد زائد او ناقص اثنين اي. هذا مكرر كم مرة؟ ثلاث مرات، تمام؟ يبقى الجذر الاول مكرر ثلاث مرات والكونجوج تبعه مكرر ثلاث مرات، يبقى هذا is of multiplicity 3. ما دام هيك اذا بقدر اجيب مين؟ الجنرال سوليوشن. يبقى بروح بقول له ذا جنرال سوليوشن اوف ذا ايكويشن ال اوف واي بده يساوي زيرو از واي تساوي، بدي اجي الحل الاول، يبقى هذا ايش بقول لي؟ سي واحد اي اس ناقص اثنين اكس، ملوش دعوه هذا بيختلف عن اللي بعده، اللي بعده مكرر اربع مرات، يبقى زائد سي اثنين زائد سي ثلاثة اكس زائد سي اربعة اكس تربيع زائد سي خمسة اكس تكعيب، كل هذا مضروب في قديش؟ في اي اس 3 اكس. يبقى هذا ريال ريبيتد اربع مرات، خلصنا منه. يبقى خلصنا من الريال، ضايل علينا مين؟ ضايل علينا الكومبلكس، يبقى زائد. الان الاي عندي بقديش؟ سالب واحد، يبقى اي اس ناقص اكس، افتح يقوس. الآن هذا مكرر قديش؟ ثلاث مرات، خلصنا سيهات، يبقى بقدر أقول له مين؟ اي واحد زائد اي اثنين اكس زائد اي ثلاثة اكس تربيع، هاي الثلاثة في كوساين بي اكس، قديش البي؟ باثنين، يبقى اثنين اكس زائد بي واحد زائد بي اثنين اكس زائد بي ثلاثة اكس تربيع
كل هذا مين؟ في ساين 2 اكس الشكل اللي عندنا. يبقى هذا شكل الجنرال سوليوشن. يبقى هذا ما شاء الله جاب لي ثلاث حالات كلهم بسؤال واحد. ليش؟ لأن الأول مختلف عن الثاني، جذور مختلفة. الثاني رير ومكرر أربع مرات، هذا كومبلكس ومكرر ثلاث مرات. يبقى هذا السؤال جاب لي هذا السكشن والتو سكشنز الماضية كلها بسؤال واحد، ولذلك بنيجي نقول انتهى هذا السكشن. وإليكن أرقام المسائل لإكسرسايزز 5-4 المسائل التالية اللي هو من 1 إلى 25. ننتقل الآن إلى السكشن الذي يليه، سكشن 5-5 اللي هو مين؟ كوشي أويلر إكويشنز، معادلات كوشي أويلر، ديفينيشن، إلينير، ديفرنشل إكويشن أوف ذا فورم الشكل التالي اللي هي بينود إكس تو ذا باور إن y to the derivative n زائد b1 x اس n minus الوان y to the derivative n minus الوان زائد نفضل مستمرين لغاية ما نصل إلى bn minus الوان x y prime زائد bn y كله بده يساوي 0. هذه المعادلة اللي هي رقم ستار، وير حيث البي نود والبي ون ولغاية البي ان ماينس الون والبي ان، هذول كلهم ار كونستانتس. هذه is called بنسميها المعادلة كوشي اويلر اكويشن. يبقى هذه كوشي أويلر إكويشن، معادلة كوشي أويلر. طب لو حبينا نشوف شكلها في السكند أوردر، كأنه بدي أخذ حالة خاصة منها، إن سكند أوردر، إن سكند أوردر ذا جنرال فورم، الشكل العام of the Cauchy Euler equation is x تربيع y دبل برايم زائد الفا x y برايم زائد بيتا واي is equal to 0. 2 solve the differential equation star. There are two methods. في عنا طريقتين. الطريقة الأولى يبقى first method change the differential equation into differential equation star into a differential equation with constant coefficients as follows.
التالي: let الاكس بده يساوي اي اوس تي، هذا بديلك انه تي تساوي لن الاكس، هذا بديلك انه دي تي على دي اكس يساوي واحد على اكس. يبقى يا بنات، حكينا في السكشن اللي فات واللي قبله واللي قبله، كان في 3 سكشنز الماضية كله عن مين؟ عن المعادلات اللي المعاملات تبعتها ثوابت. بننتقل الآن لو كانت المعاملات تبعتها متغيرات وإلها شكل محدد، بدنا نعرف مين هو هذا الشكل المحدد وما هو الاسم تبعه. فبقول لي ايش؟ linear differential equation of the form، طلع لي كويس. يبقى هذا الاكس ان والاكس ان ماينس 1 والاكس ما كانش موجود في المعادلات السابقه، كانوا البي نود والبي 1 والبي ان، كل هذول ثوابت، تمام؟ اذا المعادله اللي عندي بالشكل هذا اكس مرفوعه للاس ان واي 2 نفس الدريفاتيف ان، وببدا انزل بي 1 اكس اس ان ماينس 1 واي تو ذا دريفيتيف ان ماينس 1، اللي بعده بي 2 اكس اس ان ماينس 2 واي تو ذا دريفيتيف ان ماينس 2، ضلينا ماشيين لغايه ما وصلنا بي ان ماينس 1 اكس اس 1 واي برايم زائد بي ان، الاكس صارت اس 0 يعني بواحد بتطير، واي تساوي 0. البيهات هذول كلهم ثوابت، يبقى أي معادلة على هذا الشكل بسميها كوشي أويلر إيكويشن. طيب الكوشي أويلر إيكويشن هذه بدنا نحاول نحلها، مش نحلها، بدي أقول لو عندي شكل خاص منها، لو بدي مثل معادلة من الرتبة الثانية، يبقى باجي بقول معادلة من الرتبة الثانية شكلها إكس تربيع واي دبل برايم، المعامل هنا طلع بقديش؟ بواحد، او كان في معامل وقسمنا عليه، يبقى صارت اكس تربيع واي دبل برايم الدرجه الثانيه الرتبه الثانيه زائد كونستانت اللي سميناه هنا بي 1 او بي 1 مقسوما على بي نود سميته الفا اكس واي برايم اكس اس 1 واي برايم زائد بيتا واي اللي هو اخر تيرم بده يساوي مين؟ بده يساوي زيرو. يبقى كمان هذه المعادلة كوشي أويلر بس من الرتبة الثانية. تمام. الآن كيف بدنا نحل المعادلة الأصلية هذه هي ستار؟ في عندي هناك طريقتان للحل. واحدة الحل بطريقة التعويض. التعويض هذا له فائدة، بينقل المعادلة من معادلة بمعاملات متغيرة إلى معادلة بمعاملات ثابتة. وإذا وصلنا إلى معادلة بمعاملات ثابتة بنروح بنحلها بمين؟ بالطرق الثلاثة اللي فاتت: كومبلكس روتس، ريال ريبيتد، ريال اند ديفرنت روتس. يبقى بأي طريقة من الطرق. الطريقة الثانية بس نخلص الأولى بصير خير، بنروح على الثانية. طب الطريقة الأولى هذه بقول لي في عندنا تعويضة، هذه التعويضة بواسطتها بقدر أشيل كل المتغيرات اللي موجودة وين؟ في المعادلة هذه. طب إيش التعويضة هذه؟ قال لي بك تحط اكس يساوي اي اس تي فقط لا غير. ماذا يترتب على ذلك؟ بقدر اخذ لن للطرفين، فبصير تي تساوي مين؟ لن الاكس. لو جبت دي تي على دي اكس بصير قديش قيمتها؟ واحد على اكس. خلي هالمعلومه هذه عندك وتعالي لمين؟ للمساله تبعتنا. انا بدي اجيب دي واي على دي اكس، مش هذه اللي هي واي برايم اللي عندنا، وبعدك بدي اجيب واي دبل برايم طبقا لمين؟ طبقا للتعويضه هذه. يعني بدل ما المعادله كانت بدلاله اكس وواي بدي اخليها بدلاله تي وواي،
واشوف ايش بده يصير شكلها. يبقى هذا الكلام بقدر اقول دي واي على دي تي في دي تي على دي اكس. طب الدي تي على دي اكس بقديش؟ واحد على اكس. يبقى هذا الكلام بده يساوي واحد على اكس في دي واي على دي تي. تمام. بدنا نجيب المشتقة الثانية. يبقى لو جيت اخذت الدي او الواي دابل برايم، هذه اللي هي الواي برايم وهذه الواي دابل برايم، يبقى الواي دابل برايم على الشكل التالي اللي هي دي سكوير واي على دي اكس سكوير، يعني دي على دي اكس لدي واي على دي اكس. بشكل مشتقة ثاني اخذنا في كالكولاس ايه، هذا الكلام بده يساوي دي على دي اكس لمين؟ دي واي على دي اكس هيها جبتها من الحالة الاولى اللي هي قديش؟ واحد على اكس في دي واي على دي تي. يبقى واحد على اكس في دي واي على دي تي. هذه الان يا بنات عبارة عن مشتقة مين؟ حاصل ضرب دالتين. يبقى مشتقة الاولى في الثانية زائد الاولى في مشتقة الثانية. يبقى مشتقة الاولى بقديش؟ سالب واحد على اكس تربيع. يبقى هاي سالب واحد على اكس تربيع. ليش؟ انا بفضلها بالنسبة الى اكس. انا قاعد بفضلها بالنسبة الى اكس. في مين؟ في الدالة الثانية اللي هي دي واي على دي تي زائد واحد على اكس كما هي. بدي اشتق الدالة الثانية اللي هو دي على دي اكس اللي عندنا لدي واي على دي تي. يبقى بناء عليه اصبح عندي الواي دبل برايم تساوي اللي هو السالب واحد على اكس تربيع في دي واي على دي تي زائد واحد على اكس. هذه يا بنات بقدر اكتبها على الشكل التالي دي على دي تي لمين؟ لدي واي على دي تي في دي تي على دي اكس. مظبوط. الدي على دي اكس اللي عندك كتب دي على دي تي في دي تي على دي اكس. دي على دي تي لمين؟ للمقدار اللي عندنا هذا. تمام التمام. يعني هذه صارت قديش؟ ناقص واحد على اكس تربيع دي واي على دي تي زائد هذه بقديش؟ دي تي على دي اكس واحد على اكس. اذا بدي اشيل هذه ها واحط بدلها واحد على اكس، وعندي واحد على اكس بصير واحد على اكس تربيع، وهذه عبارة عن دي سكوير واي على دي تي سكوير. مظبوط. يعني كأن المسألة واحد على اكس تربيع خليك برا، ودي سكوير واي على دي تي سكوير ناقص دي واي على دي تي. مظبوط. بنفس الطريقة لابد المشتقة الثالثة سيميلارلي. لو رحت جبت المشتقة الثالثة حتساوي اللي هو مين؟ واحد على اكس تكعيب في اللي هو دي تكعيب واي على دي تي تكعيب ناقص ثلاثة دي تربيع واي على دي تي تربيع زائد اثنين دي واي على دي تي. طيب استنى شوي، لو بدي اجيب مشتقة الرابعة بنفس الطريقة والخامسة والسادسة وهلم جرة. طيب ايش استفدت من هذه؟ انت بتقول هنا هذه التعويضة بدها تضيع لي الفاريبل اللي عندنا هذا اللي هو الاكس تربيع والاكس او كل الاكسات اللي هنا بتروح. نعطيك مثال بسيط، خلينا مع المعادلة اللي عندنا هذه، هذه اكس تربيع في مين؟ في واي دبل برايم. وين واي دبل برايم؟ هاي هاي واي دبل برايم صح؟ لما اضربها في اكس تربيع بتروح مع اللي برا بضل هذا. يبقى صارت المعادله وذ
كونستانت كوفيشن، بطل يصير عندي فاريبل. يبقى هذا التعريض بتحل بولي المعادلة بمعاملات متغيرة إلى معادلة بمعاملات ثابتة، وروح بحلها بمين؟ بالطرق السابقة التي كنت بحل بها. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية برضه بدي أعمل نفس فكرة المعادلة المميزة، بس احنا كنا لما كان فيش عند اكس بقولت افترض الحل على صيغة واي تساوي اي اس ار اكس، هنا لا بدي افترض الحل هو واي تساوي اكس اس ار، وبدي اروح اجيب المعادلة المميزة لمين؟ لهذه المعادلة. يبقى الحل الثاني السيكند سوليوشن، يبقى سيكند ميثود طريقة الثانية. بتقول لي let الواي يساوي x اس ار ب a solution of the differential equation star on على الفترة من زيرو لغاية انفينيتي، يبقى على x الموجبة فقط. then لو بدي واي برايم يا بنات قديش تساوي؟ ار اكس اس ار ماينس ال1. لو بدي الواي دبل برايم يبقى ار في ار ماينس ال1 في اكس اس ار ماينس ال2. لو بدي المشتقة الثالثة يبقى تساوي ار في ار ماينس ال1 في ار ماينس ال2 في اكس اس ار ماينس 3، وهلم جرب. طيب لو جيت للمشتقه النونيه او المشتقه رقم ام مثلا، كويس، يبقى ايش بدها تساوي؟ ار في ار ناقص 1 في ار ناقص 2 وظل مستمر لوين يا بنات؟ لا ناقص ام زائد 1. اصلا ام ناقص 1 وسبقتها اشارة السالب، بصير ناقص الام زائد 1 في الاكس اس ار ناقص ام. بعد هيك المعلومات اللي عندي بدي اخذهم واروح اعوضهم في المعادلة ستار، بنحصل على مين؟ على المعادلة المميزة. ليش؟ انه اكس اكبر من الزيرو، لا يمكن انه تساوي زيرو، اذا بقدر اقسم ليش كله فيه بيطلع اكس ار وهكذا، تمام. فباجي بقول من هنا اف وي سبستيتيود، اذا عوضنا ان ذا differential equation A star we get، يبقى هنحصل على ما يأتي اللي B not R في ال R ناقص 1 في ال R ناقص 2 ونضل ماشيين لغاية R ناقص ال N زائد ال 1 زائد، ضلك ماشي لما توصل للحد قبل الأخير بي ان ناقص 1 ار زائد بي ان تساوي زيرو، وهذه المعادلة رقم ستار. ذا اكويشن دبل ستار از كولد ذا كاركترستيك اكويشن اوف ذا differential equation star. The differential equation star to solve the equation double star we have three cases. يبقى هذا زي ميزة الحالات اللي قبل، ريال وديفرنت، ريال ريبيتد او كومبلكس. بدنا نشوف في كل حالة ما هو شكل الحال اللي عندنا. كيس 1
الحالة الأولى مش هنلحق. طيب بلاش حاضر جاي بنكمل، بس احفظوا المعلومات هذه حصول عليها لأنه بدنا نبني كل شغلنا عليها. تمام، يبقى احنا لازلنا في نفس السكشن ولنا عودة إن شاء الله.